للجنة الخماسية، هنفتح السي في لمعظم المدربين، هتاخد بينا كذا جلسة ان شاء الله بإذن الله. احنا في صدد يعني المرحلة الجاية هنتفرج على السيفيهات، وبعد كده نعمل في عملية فلترة نوصل لعدد مثلا محدد نرفعه لمجلس الإدارة، المجلس الإدارة يقرر بقى مين يجي، واحد ولا اثنين ولا أربعة خمسة، منهم هنختار واحد. أما بالنسبة لمدير فني الاتحاد زي ما قلت لك حطيت المعايير وتم الموافقة عليها، وإن شاء الله بإذن الله أقرب فرصة إن شاء الله بإذن الله هنعرض المدير الفني للاتحاد إن شاء الله. يعني من الأسامي المرشحة من المصريين لوجودهم في الاتحاد المصري لكرة القدم كمديرين أو كمدير فني للاتحاد؟ والله يا كابتن شيس أنا لسه بدأت ما عرضش على مجلس الإدارة، فما ينفعش أعلنها أو أقول قبل ما أعرض على مجلس الإدارة. تمام. طبعا في شروط ضوء انتوا حاطينها للمدير الفني بتاع الاتحاد كمان، مش قصدي على المدير الفني بتاع المنتخب. طبعا طبعا مفيش كلام مفيش كلام. وطبعا بالنسبه للمنتخب ثلاث معايير اساسيه، طبعا الانجازات والخبرات والشخصيه. بالنسبه للمنتخب ده بتتحط تحتيه حاجات كتير جدا، الشخصيه والانجازات العمليه والخبرات اللي خدها. زي المدير الفني طبعا الاتحاد لابد يكون ده طبعا راجل مارس بشكل قوي، عنده رؤيه للتخطيط للمرحله القادمه، ملمم بالرياضه المصريه بشكل قوي، فده تاخد كل معايير اتحطت وتم الوافق عليها من الاتحاد. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا نختار الجاد المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله. تمام. كابتن حماده كنت عايز اسالك على موضوع بسيط، بس عايز اعرف الاتحاد شانه ايه في القصه دي. كنا جبنا لاعب نادي غزل دمياط في المباراه بتاعت كاس مصر امام وادي دجله، مباراه رسميه، وكان لابس تيشيرت بتاع ريال مدريد وهو بيلعب مباراه رسميه وبشعار ريال مدريد بالسبونسر بتاع ريال مدريد. الكلام ده الاتحاد فين منه؟ يعني هل بيبقى فيه عقوبات على النادي اللي اللعيبه بتاعته بتلبس كده، ولا الموضوع عادي بقى اللي عايز يلبس اي حاجه في الدوري المصري او في المسابقات المصريه يلبسها؟ لا، كان النهارده عندنا اجتماع لجنه كاس مصر وتم عرض القصه دي كلها. الحارس مرمى كان معاه سنه 2-2 عرضه مع الحكم، قال لك دولت هتعرض مع فرقه المنافس، مظبوط، فما عندوش الا الفانيله دي بس، فتم الموافقه على الحكم بناء على كده. فهو لعب مش هباء يعني، لا كان غصب عنه، كان مضطر، خدت بالك انت؟ احنا شفنا القصه دي، وطبعا النادي بعت لنا مذكره بالقصه دي كلها. فطبعا انت عارف نادي غزل دمياط طبعا اللعيبه او الحارس مرمى ما عندوش اكثر من طاقه. احنا طبعا خدنا حبه قرارات النهارده في كاس مصر، كانت طبعا اهمها جون توي نجم الاسماعيلي وهداف الدوري، تم ايقافه ثلاث مباريات وخصم 5000 جنيه نتيجه الطرد في مباراه الاسماعيلي وطلع الجيش. احداث كتيره جدا حصلت في مباراه الداخليه والمنصوره، تم عليها ايقاف السيد اللي هو ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره بصفته مشرف على كوره، ثمان مباريات وغرامه 5000 جنيه، زائد طبعا ايقاف ياسر الكناني اربع مباريات وغرامه. يعني اخذنا حبه قرارات عشان خاطر ايه نبتدي، وطبعا انا واخد القرارات دي وانا بيني وبينك انا بزعل جدا لما بوقف حد، وبزعل جدا جدا لما بخصم من حد، لكن غصب عني معلش عشان عشان يعني عشان الموضوع يبقى فيه استقرار لازم يبقى فيه عقوبات. لكن غصب عننا ايه، احنا يعني احنا نفسنا ان الناس كلها تبقى ملتزمه، لكن طبعا اي خروج عن النص بنطبق اللائحه بتاعتنا. تمام. كابتن حماده، سمعت اسم الان جريس المدير الفني لمنتخب مصر، هل ممكن يعني المرشح لمنتخب مصر الاسم ده قريب ولا بعيد؟ احنا بكره عندنا اجتماع لجنه خماسيه، لسه بكره هنشوف السيفيهات بتاعت الناس، فهتلاقي كل الاسماء مطروحه عندنا، لكن في ظل اشياء محدده هنتكلم فيها طبعا غير المعايير الفنيه، عندك معيار مادي هتتكلم فيه، ففي عندك عوامل كتير جدا هتتكلم فيها، بناء عليها هنزيد نرشح مين بيكون معانا. تمام. كابتن حماده المصري عضو مجلس اداره اتحاد الكره، بشكرك شكرا جزيلا. طيب، كان مهم جدا ان احنا نعمل المداخله دي عشان خاطر برضو نعرف القصه ماشيه فين. فارجع لموضوع التحكيم، كابتن حماده المصري بيقول لسه ما استقرناش ونشوف الدنيا فيها ايه، ولكن التحكيم المصري بخير. طبيعي جدا ان التحكيم المصري نتمنى ان هو دايما يبقى بخير، ولكن في ماتشات حساسه كده والموجه عاليه والدنيا سخنه على التحكيم، فيعني مع يعني خلاص يعني مش هو ده الماتش اللي يعني هيأثر قوي في السي في بتاع حكم، خاصه دلوقتي الدنيا ملتهبه قوي يعني والدنيا مش متظبطه. وارجع اقول تاني، عايزين حكام من الصين، حكامنا مش فايقين، يعني مش حكامنا مش فايقين عشان خاطر بس ان هم مش حكام امكانياتهم وحشه، لا، عشان خاطر الدنيا ما بقاش خلاص ما بقاش في حد بيحترم قرار حد، الدنيا بقت كلها راحه في اتجاه الاعتراض والانتقاد، وان ده لازم يبقى فيه تخوين، ولازم ده يبقى متآمر مع ده، وده ما حكمش دي لوجه الله،
وده عنده حسابات وده عنده مش عارف ايه، فكان الاحسن الاتحاد المصري ياخد القرار ده، ولكن انما لسه الايام مش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. جون انتوي توقف 3 مباريات، ورئيس المنصوره اتمنع من حضور 8 مباريات كمشرف عام على الكره. لجنه كاس مصر كابتن حماده المصري قال لنا النهارده ان هو عملوا اجتماع، وان حصل فيها في الاجتماع ده بعض القرارات. وليد اصلان مساعد مدرب المنصوره اخذ مباراه وغرامه ماليه 250 جنيه للطرد والاعتراض. ايقاف ياسر الكناني المدير الفني المنصوره 4 مباريات وغرامه 1000 جنيه للسلوك غير الرياضي. ايقاف ابراهيم مجاهد المشرف على الكره بالمنصوره 8 مباريات وغرامه 5000 جنيه لدفع الحكم باليد. توقيع غرامه ماليه على نادي المنصوره قيمتها 5000 جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني. ايقاف ابو العينين شحاته المدير الفني للواسطه مباراه وغرامه 250000 جنيه للطرد للاعتراض. ايقاف جون انطوي لاعب الاسماعيلي 3 مباريات وغرامه 5000 جنيه. يعني دي بس يعني انا برضو يعني دي 8 مباريات ووليد سليمان اخذ 4 مباريات، يعني طب ما هنا نفس الاعتراض يعني ولا ايه؟ طيب ماشي. معايا طبعا لواء ابراهيم مجاهد المشرف العام على الكره في نادي المنصوره ورئيس نادي المنصوره بالطبع. سياده اللواء يا كابتن، ازيك يا كابتن؟ ربنا يبارك فيك يا رب. خدت 8 ماتشات؟ انا ما اعرفش ايه بصراحه يعني. ماتشات ماتشات وكمان 5000 جنيه. انا لا بلعب ولا انا في جهاز فني، ما اعرفش 8 ماتشات دول هعمل بهم ايه. انما ما تحضرش في ما تبقاش قاعد على الدكه بقى معاهم، تبقى قاعد فوق بقى يعني، ارجع تاني كرئيس للنادي مش كمشرف عام. بعض رئيس نادي احسن من المشرف اكيد. طب يعني تعليقك ايه على القرار؟ يعني ما هو انا بسال يا جماعه، طب هو اللي حصل ايه بس؟ عشان هل الراجل قال ان انا اعتديت عليه؟ قالوا لا. طب الحاجه يعني خلينا مين اللي قال لك لا؟ يعني انت سالت حد يا ست اللواء انا اعتديت على الحكم، حد قال لك لا؟ ده حد من الاتحاد؟ هو نفسه ما كتبش ولا قال ان احنا اعتدينا عليه او اي حاجه على فكره، عشان يبقى حضرتك عارف. هو كتب قال ان انا، هو ذكر الحقيقه يعني. اللي انا قلتها لحضرتك قبل كده يا كابتن. طبعا هو ذكر اللي انا قلته بالظبط، ان انا قلت له اتق الله وخلي بالك ان في اله بيحاسبنا كلنا على افعالنا والكلام ده، هو قال كده. هو كتب كده. انا ما اعرفش بقى العقوبه دي. طب لما هو كتب كده، طب اتوقعت ليه؟ ما اعرفش. طب ايه يعني ايه الاجراء اللي انت هتتخذه؟ هتمتثل وخلاص 8 ماتشات مش هتحضر مع الفريق من تحت، ولا هتعمل تظلم، ولا هتعمل ايه؟ والله احنا هنعمل مذكره وهنبعتها لاتحاد الكوره، اذا كان ينفع ان هم يحققوا في الواقع ويجيبوا الشريط بتاع المباراه ويشوفوا فيه في اي حاجه تستحق، احنا متقبلين اي عقوبه. انما هم ما حدش حقق معاك يعني، انت عرفت العقوبه من وسائل الاعلام. هم عملوها كده وخلاص بناء على تقريره، مع ان هو تقريره ما قالش فيه ان انا اعتديت عليه. طب انت يا سياده اللواء اتاكدت ازاي من ان تقرير الحكم ما فيهوش اي الواقعه دي؟ والله بص، انا اخدت الكلام دهوت من احد الساده المسؤولين في لجنه المسابقات وخلاص. يعني مش عايز اذكر حاجه، انما ده الكلام اللي انا عرفته، ان هو ما ذكرش في تقريره. اللي انا عرفته ان هو ذكر الحقيقه، اللي على فكره اللي انا قلتها لك يا كابتن. انت قلتها على الملأ، ما فهم يعني انت قلت ما ان انا قلت له كذا. اللي انا عرفته ان هو ذكر هذا الكلام في تقريره. طيب يعني احنا هنتابع مع حضرتك، ويعني هو 8 ماتشات بقى، خليك قاعد فوق بقى بدل ما تبقى قاعد معاهم تحت. ما فيش فايده فوق دفع اكتر يعني. سياده اللواء ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره، انا بشكرك شكرا جزيلا. كمان ايقاف ابو العينين شحاته المدير الفني للواسطه مباراه وغرامه 250 جنيه للطرد للاعتراض. جون انطوي لاعب النادي الاسماعيلي اتوقف 3 مباريات وغرامه 5000 جنيه للطرد لضرب الخصم بدون كره. مفترض جون انطوي في خلال الساعات اللي جايه دول يا جماعه المفترض ان هو هينتقل لنادي الشباب السعودي. كنت قلت قبل كده ان الراجل ده ماضي عقود لكابتن احمد سليمان من نادي الزمالك، وفي حال تعثر المفاوضات مع الشباب السعودي وارد جدا تلاقوا جون انطوي في نادي الزمالك،
وارد جدا تلاقوا جون انطوي في نادي الزمالك لانه ماضي على عقود لكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طيب جون انطوي برضو وبنقول له الحمد لله على السلامه، امبارح اكل بيتزا وتقريبا كان فيها حاجه بايظه كده فدخل المستشفى وقعد كده في العنايه، انما كان عنده حاله تسمم يعني، انما خرج النهارده الحمد لله وبقى سليم. خلونا نطلع لفاصل، بعد الفاصل ارجع عشان ابدا اخبار بقى الاهلي والزمالك ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اهلا بحضراتكم مره اخرى، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا فييرا كلام كتير قوي حوالين فييرا الفتره اللي فاتت، لغايه دلوقتي موضوع فييرا ما اتقفلش، وفي احتماليه لقبول شروط فييرا. لغايه دلوقتي في احتماليه لقبول شروط جوفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشان ان هو يعني يتولى المهمه ويبقى معاه اسامه نبيه، واحتماليه وجود احمد حسن كمدير للكوره. يعني في كلام لسه ما اتقفلش لغايه دلوقتي، بعكس ما في ناس بتطلع تقول ان الموضوع بتاع فييرا اتقفل، لسه ما اتقفلش. وكمان طرح اسم فنجاده كبديل، فنجاده مش هو البديل لجوفان فييرا. هقول لكم على البديل لما يعني اتاكد من المعلومه بالظبط، هقول لكم مين البديل بتاع فييرا لو لم يتم التعاقد معاه. انما لسه موضوع الراجل اللي قدام حضراتكم على الشاشه ده ما اتقفلش. طيب يعني برضو عايز اقول لكم ان فنجاده مش هو البديل الاول لفييرا، ولكن عامل شويه شروط كده لتدريب الزمالك، والشروط دي عن طريق وسيط، يعني في وسيط هو اللي بيكلم فنجاده ومش حد من مجلس الاداره. طيب هيقبل ان هو هيقبل المهمه في حاله موافقه اداره الزمالك على شروطه، وحصوله على $50,000 راتب شهري، منح الحريه الكامله في اختيار الجهاز المعاون، عدم فرض اي اسم من الاسماء الموجوده، عدم تدخل الاداره في شؤون الفريق الفنيه. طيب يعني من الاخر مش هيمسك، لان من الاخر مفيش حاجه من الحاجات دي هتتعمل. الحاجه الوحيده اللي ممكن يتم التمسك بيها او يتم الموافقه عليها هي الراتب الشهري. يعني ممكن الراتب الشهري المدير الفني اللي عايز يتكلم في راتب شهري يتكلم في اللي هو عايزه، انما بنتكلم في حته ان منح الاختيار الكامل في الحريه الكامله لاختيار الجهاز الفني، دي مش وارده في نادي الزمالك، مش وارده دلوقتي يعني، لان المسؤولين في نادي الزمالك متمسكين بكابتن اسماعيل يوسف كمدير كوره، ومتمسكين بمحمد صلاح كمدير كمدرب عام، متمسكين بالقصه دي. عدم تدخل الاداره في شؤون الفريق الفنيه دي يعني اشك فيها، يعني هي سمت اداره نادي الزمالك الفتره اللي موجوده دلوقتي هي سمتها ان هي تبقى متدخله، ورئيس نادي الزمالك اعلن صراحه في اكثر من لقاء واكثر من محفل، وهي ان الراجل ما عندوش يعني هو رئيس المنظومه كلها، فلما يتكلم في شؤون الكوره ما فيهاش مشكله، هو الراجل اعلنها فخلاص. يعني اي مدير فني هيبقى جاي دلوقتي هيبقى عارف ان في كلام بشكل رسمي من رئيس الزمالك للمدير الفني، سواء بتغيير بتشكيل بخطه باسلوب بنظام مش عارف ايه، خلاص هو ده السمت، هو ده السمت. يعني نقدر نعتبر ان رئيس نادي الزمالك هو المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك، وهو اللي مقاليد الامور، ده حاجه يعني ما فيهاش مشكله، هو رئيس نادي الزمالك وهو رئيس المنظومه كلها، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله بالنسبه لهم، يعني بالنسبه للناس في نادي الزمالك. انما هي اصلا كاحترافيه لا، الطبيعي ان انا بختار احسن الاختيار واسيب المقاليد للراجل اللي انا اخترته ووثقت فيه. لو حاسس ان هو هيغرقني ولا بتاع، في اوض مغلقه انتقده فيها، اشرحه فيها، اقطعه فيها، اعمل فيه اللي انا عايزه فيها في الاوض المغلقه، وانما قدام وسائل الاعلام افضل لاخر لحظه مساند للجهاز الفني، مساند للمدير الفني، لغايه ما ابقى شايف ان هو مش قادر يقدم خدمه او مش قادر يطور من مستوى الفريق او يحقق نتائج واهداف النادي، باقيله خلاص، او بخليه يقدم استقالته حرصا عليه وخلاص، والموضوع بينتهي بكل شياكه واحترام. انما مدير فني يبقى عامل نتائج مش كويسه اطلع انتقده على الهوا، ده كلام يعني بعيد عن الاحترافيه، بعيد عن الاحترافيه. طيب عندي
عمر جابر وابراهيم صلاح احمد حسام طلع يهاجمهم على تويتر، وده يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع، بقول لكم ايه، لا يعني تويتر بتاع ميدو انا مش هتكلم عليه تاني، ما مش حابب ان انا اتكلم عليه يعني، يعني براحته يقول اللي هو عايزه، هو بيقطع في لعيبه عنده في نادي الزمالك حاجه ترجع له يعني، يعني ما فيش مشكله يعني، وان كان كل واحد شايف ان هو يعمل مشروع من وجهه نظره في حقوق قانونيه، انما ما حدش جاب لي تويتر تاني يا جماعه بتاع احمد حسام، انتوا بتجيبوا لي ليه؟ طيب السوليه وريكاردو بيطالبوا الاسماعيلي بصرف مستحقاتهم المتاخره، وعد مسؤول النادي الاسماعيلي عمرو السوليه لاعب وسط الفريق بصرف مستحقاته المتاخره لدى النادي والخاصه بمقدم تعاقده عن الموسم الحالي البالغ قيمته 300,000 جنيه بعد انهاء صفقه انتقال جون انطوي لنادي الشباب السعودي. اللاعب حصل على شيك بنفس القيمه يستحق الصرف في شهر نوفمبر الماضي، لغايه دلوقتي ما صرفوش لان لقاه من غير رصيد في البنك، واتوعد بحل الموضوع انما لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه عن هذا الموضوع. مفاجاتين النهارده عملهم جريده في القائمه بتاعته اللي اختارها لمباراه بتروجيت بكره، وهو استبعاد احمد عبد الظاهر وكريم بامبو من قائمه الاهلي امام بتروجيت. كريم بامبو لعب المباراه اللي فاتت ما كانش كويس وتم استبعاده، بدا الماتش اللي فات وتم استبعاده المباراه دي. احمد عبد الظاهر يعني ماشي كويس الفترة اللي فاتت او بيهدف او متواجد يعني، وتم استبعاده، ما اعرفش بقى هل يعني الموضوع انتهى ما بين الراجل واحمد عبد الظاهر يعني، انما هو الراجل اختياراته دايما كده بيبقى فيها يعني حاجات مفاجآت، كل اللعيبه بتبقى عارفه الكلام ده. مهاجم الاهلي الجديد بيتر ايمنبوي بيقول اتمنى ان اكون خليفة فلافيو، بس ما تاخدش الوقت اللي خده في لافيو والنبي في الاول يعني، حاول ان انت يعني الدنيا دلوقتي بقت عصر السرعه يا باشا، بقى اسرع بكتير، فعم بيتر يعني بعد اذنك نتمنى انك تبقى خليفه فلافيو، بس تبداها بقى من السنه الجديده يعني. يعني ايه فلافيو قعد سنه والسنه اللي بعديها تالق، احنا عايزين تتالق من اول السنه يعني، بلاش تتالق بلاش يعني ما تبقاش ماشي بنفس الخطوات بتاعت فلافيو ده يعني، رجاء شخصي يعني. هنشوف. طيب يعني الراجل بيقول اهو قال شويه حاجات كده، ان هو تلقى العرض عن طريق وكيله وكانت موافقته سريعه جدا، واشاد بالمقابله الرائعه من جانب كابتن علاء عبد الصادق والجهاز الفني وزملائه، ويتمنى ان يلتقي جماهير الاهلي قريبا ويحقق طموحاته محليا وافريقيا. هيرتدي القميص رقم 16 زي ما حضراتكم شايفين، وازاي مش عارف ازاي اللي صوره في الضلمه كده يا جماعه، يعني برضو حاجه غريب. ماشي. اللعبة قال برضه في تصريحات النهارده قبل المران بتاع الصبح، بيقول كنت اتمنى اللعب بجوار محمد ابو تريكه، وهو لاعب عالمي سيظل احد العلامات المضيئه للكره في القاره الافريقيه، وكذلك وائل جمعه احسن مدافع في القاره السمراء، وما نسيش المهاجم الانجولي فلافيو، واتمنى ان تسير على خطاه، ولكن المثل الاعلى هو النيجيري كانوا. يعني هنشوف هل اللاعب هيبقى قد المسؤوليه الملقاه عليه وهو وجوده في فريق كبير بحجم النادي الاهلي ولا لا، ده هنعرف. يمكن النادي الاهلي حظه في اللعيبه الافارقه يعني، ونادي الزمالك برضو خلي بالكم الانديه المصريه اختياراتها شويه في اللعيبه الافارقه بتبقى غريبه شويه. الاسماعيلي يمكن هو اللي عنده نظره، طول عمر النادي الاسماعيلي عنده نظره، طول عمر الكشافين في النادي الاسماعيلي بيعرفوا يختاروا، طول عمر النادي الاسماعيلي دايما بيقدم مواهب كبيره. مش هقدر انسى اوتاكا، يعني اوتاكا ده من احسن المحترفين الافارقه اللي شفتهم يعني، انا لعبت ضد اوتاكا كذا مره، انما اوتاكا لا لعيب سرعه ايه وموهبه ايه ومهاره ايه وتهديف ايه يعني. ابراهيم سعيد مره عمل مباراه عالميه على اوتاكا وكل اشاد بيه، اوتاكا جاب جونين بس يعني، ابراهيم سعيد عمل مباراه جامده جدا على اوتاكا وجاب جونين يعني يعني يعني، فاوتاكا من اللعيبه اللي كانوا عاملين شغل كويس قوي. طيب على فكرة أبو تريكة بيتكلم كويس عن لعيب بيتر إيمنبوي يعني، في الكلام كده بيقول إن هو لعيب كويس ولعيب يعني احتمالية تألقه مع النادي الأهلي وردة بشكل كبير. كابتن علاء عبد الصادق بيقول مؤمن زكريا هيتحمل أي عقوبة مالية ضده، ده طبيعي جدا لأن هو اللي أخذ قرار فردي بنفسه إن هو يروح يمضي في نادي آخر غير النادي اللي خلص مع ناديه وهو النادي الأهلي، فاتحاد الكرة كان قرر توقيع عقوبة مالية على مؤمن زكريا قيمتها 250,000 جنيه وإيقافه شهر. كابتن علاء عبد الصادق بيقول لا توجد أي مشكلات في العقد الجديد لوليد سليمان، وليد سليمان كان في كلام كتير قوي اليومين ثلاثة اللي فاتوا إن هو ما مضاش، وان العقد اللي مضى ده كان فبركه وكان مش عارف ايه وشو اعلامي، وليد سليمان ماضي في النادي الاهلي يعني، الكلام ده خلاص ده كلام مفروغ منه، ولكن وليد سليمان لسه ما خدش فلوس لغايه دلوقتي
يعني اللي حصل ان وليد ما خدش فلوس، لسه ما خدش فلوس من قيمه التعاقد بتاعه. المسؤولين في النادي الاهلي بيقولوا ان لسه يا وليد انت قدامك لاخر الموسم، فما ما ينفع. وليد ما بيتكلمش في حتى في العقد الجديد، بيتكلم على المستحقات القديمه اللي ليه. يعني وليد سليمان اللي انا اعرفه ان لسه ما خدش مستحقات قديمه ليه، ف يعني الراجل نفسه ياخد مستحقاته، ودي حاجه طبيعيه يعني ما فيهاش اي مشكله. واعتقد ان النادي الاهلي من الانديه اللي بتحافظ جدا على سمعتها وبتحافظ جدا على عقود وحقوق لعيبتها، سواء اللي بيبقوا متواجدين او حتى بعد ما بيمشوا بيحصل تسويات. ويمكن في اتصالات دلوقتي مع اللعيبه المعتزله او اللعيبه اللي مشيت بشان جدوله الفلوس اللي ليهم او صرف المستحقات اللي ليهم. يعني طول عمر النادي الاهلي ما بياكلش حق حد. وللامانه برضو عشان ما حدش يفتكر ان احنا عمالين نصيد في الاهلي بس، نادي الزمالك الفتره دي اللعيبه اللي موجوده يعني على طول اول باول كده بيطلع لهم فلوس كويسه يعني، ودي حاجه تحسب لمجلس الاداره هو الاخر. عماد وحيد بينفي رهن اصول الاهلي للحصول على قرض. نفى عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي الانباء اللي اثيرت عبر المواقع الالكترونيه حول النادي بصدد رهن بعض الاصول من اجل الحصول على قرض مالي ضخم. ووضح ان مجلس الاداره لا يستطيع القيام او الاقدام على هذه الخطوه لانه لا يملك حق التصرف في اي اصول تخص النادي الاهلي. ده حاجه طبيعيه طبعا، واكيد ده كلام لعمل بلبله وخلاص. ماشي. الاهلي بينفي وجود اي مشكلات مع الشركه الراعيه بسبب وائل جمعه. طبعا النادي الاهلي الشركه الراعيه بتعمل، النادي الاهلي الشركه الراعيه بتاعته حاجه، ووائل جمعه راح عمل اعلان مع الشركه المنافسه، ولكن لغايه دلوقتي ما حصلش اي مشكله بتمس الموضوع دوت او تمت الموضوع ده بصله، فلسه مش عارفين. هل لو حصل شكوى من الشركه الراعيه للنادي الاهلي على نادي على النادي الاهلي او على وائل جمعه مدير الكره في النادي الاهلي هيتم خصم فلوس؟ يمكن شفنا قبل كده عبد الله السعيد عمل عقد مع شركه من شركات الزبادي اللي ملهاش علاقه بالشركه الراعيه اللي هي جهينه بتاعت النادي، فحصل بعد كده مشكله واتكلف 1.5 مليون ويمكن استحقت من مستحقاته او اتخصمت من مستحقاته. هل هيتم الكلام ده او الاجراء دوت مع وائل جمعه ولا لا؟ ده بناء على الشكوى. لو الشركه بتاعت بيبسي تقدمت بشكوى ضد وائل جمعه لان هو عامل اعلان كوكا دلوقتي، فمش عارف ايه اللي هيحصل فيه، انما ما تلقاش النادي الاهلي اي مكاتبات من الشركه الراعيه للنادي في هذا الشان. الاهلي بيوافق مبدئيا على اعاره عمرو ورده للاتحاد السكندري، 6 شهور كده يطلع اللاعب، ويمكن احنا عملنا معاه مداخله اهو، وكان فعلا بيقول ان انا نفسي اطلع العب الفتره اللي جايه واثبت للناس في النادي الاهلي ان انا جدير بارتداء الفانيله الحمراء وجدير ان انا اكون متواجد كلاعب اساسي في الفريق. فالمفترض ان موافقه مبدئيه ابداها النادي الاهلي لنظيره الاتحاد السكندري عشان خاطر الانتقال او لاعاره عمرو ورده لست شهور لغايه نهايه الموسم. وائل جمعه بيقول ما تلقناش اي شيء رسمي بيفيد تاجيل مباراتي الطلائع والزمالك، لسه لغايه دلوقتي برضو ما فيش اي حاجه رسميه من الاتحاد المصري او من وزاره الداخليه. واللي انا عرفت ان وزاره الداخليه تقريبا بعتت للاتحاد المصري قالوا ان احنا ما عندناش مشكله في اقامه المباراتين والموضوع بسيط جدا عندنا والدنيا زي الفل، فهنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. سمعنا برضو عن نقل مباراه طلائع الجيش لاستاد الدفاع الجوي بدل من المكان الاخر، يعني لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. اهو ده اللي انا لسه كنت بقول لحضراتكم، ان المباراه بتاعه طلائع الجيش الجهات الامنيه قالت للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات وافقت على اقامه مباراه الاهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي المحدد ليوم 24 يناير، ومفيش اي نيه لتاجيلها بسبب ذكرى ثوره 25 يناير. وده يديك ايحاء برضو، خلي بالكم ده بيدي ايحاء ان الناس في الشرطه وابتدت تمسك نفسها بشكل قوي وابتدى يبقى فيه يعني تامين بشكل قوي. كان قبل كده لا ابعدونا احنا عايزين نامن احنا مش فاضلين لكم مش جاهزين لكم، لما دلوقتي لما يحصل مخاطبه رسميه من وزاره الداخليه للاتحاد المصري يقول لهم لا احنا العبوا المباراه حتى لو في احتفالات حتى لو في تامين في حته تانية عندنا قوه كافيه عندنا ردع لاي مخالف. الكلام ده كلام مهم جدا ويديك رساله او يديك مؤشر ان الدنيا ابتدت تعود مرة اخرى للقوة والحسم وان الموضوع ابتدى ياخد مجراه مرة اخرى. طيب نطلع نتفرج على تقرير قبل ما ارجع اكمل الاخبار بتاعتي، تقرير عن نتائج اسيا اللي كل يوم بيحصل مباريات وكل يوم بيحصل حاجة، فنتفرج على تقرير كاس اسيا اللي بيتلعب دلوقتي ونرجع نكمل بقية اخبارنا.
ودع المنتخب القطري بطل خليجي 22 بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا باستراليا، بعدما تلقى الخسارة الثالثة له في البطولة أمام نظيره البحريني بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة. أحرز هدف البحرين سيد ضياء وسيد أحمد في الدقيقتين 34 والثانية 80، وأحرز هدف قطر الوحيد حسن هيدروس في الدقيقة 68. وودع المنتخب القطري البطولة دون أن يحصد أي نقاط، ولم يحرز إلا هدفين أمام الإمارات والبحرين محتلاً المركز الأخير في المجموعة بعد خسارته من الإمارات 1-4 في الجولة الأولى، ومن إيران 0-1 في الجولة الثانية، ثم البحرين 1-2. كما ودع البطولة أيضاً المنتخب البحريني بعد احتلاله المركز الثالث بفوز وحيد على قطر، حيث خسر من إيران 0-2 ومن الإمارات 1-2. وفي المواجهة الثانية في المجموعة حقق المنتخب الإيراني فوزا دراميا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع على المنتخب الإماراتي لتتأهل إيران إلى دور الثمانية من البطولة الأسيوية في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويليها منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. هدف المباراة الوحيد أحرزه البديل رضا قوجان نجاد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، ورغم أن الفريقين كانا يعلمان مسبقا بأن الفائز بالمباراة سيحسم صدارة المجموعة لمصلحته، فقد بدا الفريقان مفتقدين للحافز اللازم للضغط من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن كلاهما كان قد ضمن التأهل للدور الثاني. شفتوا التقرير بتاع كاس اسيا، ويعني بطوله مهمه وبطوله كويسه. كمان بالمناسبه النهارده السنغال قدرت ان هي تكسب غانا، ويمكن الاتجاه بقى ناحيه اللي انا قلته قبل كده في توقعاتي. لسه هنشوف الجزائر النهارده، ربنا يوفق الجزائر. طبعا النهارده عندها مباراه مع جنوب افريقيا، انما السنغال قدرت ان هي تكسب غانا في الدقيقه 90-2-1. ده يمكن الهدف الاول احرزه المنتخب الغاني، وكان متقدم ويعني منتخب كبير طبعا، ما فيش كلام. المنتخب الغاني طبعا ده ابن عبيدي بليه، ده طبعا احرز الهدف الاول من ضربه جزاء. انما المنتخب السنغالي منتخب كبير، انا يعني من وهو موجود في التصفيات معانا واضح عليه ان هو منتخب كبير، ما فيش كلام، وبيلعب كرة كويسة. ده الهدف اهو اللي تم احرازه، هدف التعادل في الدقيقة 57 من عمر المباراة، فده هدف التعادل. هنجيب لحضراتكم الهدف التاني دلوقتي اللي تم في الدقيقة 90، هدف قاتل، هدف ذهبي ما فيش كلام، لما بيتجاب في وقت بيصعب على الفريق المنافس ان هو يعني يعوض، فاعتقد ده بتبقى حاجه كويسه جدا. المنتخب السنغالي النهارده عمل مباراه كبيره وكسب منتخب غانا، واعتقد ان دايما في البطولات يا جماعه المبادره. ده اهو بصوا الفرحه في الاخر خالص، هدف للمنتخب السنغالي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 92 كمان، مش 90، ده الدقيقه 92 اهو. شوفوا بقى الجهاز الفني واللعيبه الاحتياطي كلهم، فرحه كبيرة جدا 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 للمنتخب السنغالي. وبيني وبينكم يا ريت السنغال تاخد البطولة، او لا تونس صعب، تونس مش هتاخد البطولة دي اعتقد يعني، انما يتمنى الجزائر. بس انا اتمنى السنغال عشان خاطر لما نقول ان الفرقة اللي اقصتنا في البتاع هي اللي خدت البطولة يبقى عندنا عذر شوية. يعني لما نقول ان الفرقة اللي طلعتنا من البطولة او ما ودتناش البطوله، ما خلتناش نروح البطوله، هي الفرقه اللي خدت بطوله افريقيا، يبقى نقول خلاص يا جماعه احنا ما كناش وحشين على فكره، ده هي الفرقه دي اللي كانت جامده يعني. ده كنوع من اللي يعني عارف اللي هي الاستعباط يعني، نستعبط يعني.
طيب برضو بذكر البطولات الدولية اللي بتتلعب دلوقتي، كاس العالم لكرة اليد في قطر 2015، منتخب مصر كان عمل مباراة كبيرة امام المنتخب الجزائري في اولى اللقاءات، تاني مباراة كانت امبارح امام المنتخب الفرنسي، مرشح طبعا بقوة ومنتخب كبير جدا، وخلصت النتيجة 28-24 بالرغم ان منتخب مصر عمل مباراة جيدة. منتخب مصر عنده مباراة بكرة وفرصة كويسة لان هو يعمل نتيجة ايجابية، وان كان المنتخب التشيكي منتخب قوي ولكن المنتخب المصري وارد بشكل قوي ان هو يعني يكسب المباراة ويعمل مباراة كويسة. طبعا لو اتكلمنا عن السويد هنلاقي قوة عظمى في كرة اليد. خلوني اكمل بقية الاخبار، نتمنى التوفيق النهاردة للجزائر او لمنتخب الجزائر على منتخب جنوب افريقيا، نتمنى التوفيق بكرة لمنتخب مصر لكرة اليد على المنتخب التشيكي، نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني لمنتخب تونس برضو نتائج كويسة في كاس الامم الافريقية وكل الدول العربية. الزمالك بيلعب مباراة ودية استعدادا للاهلي، الزمالك ما عندوش اي منافسات لغاية مباراة الاهلي، فكابتن محمد صلاح المدير الفني استقر على انه يلعب مباراة يوم السبت اللي جاي، مباراة ودية قبل مباراته في الدوري العام او في الاسبوع 18 من الدوري العام يوم 29 يناير القادم. الدكتور عادل حداد رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك او طبيب الزمالك قدم استقالته، الراجل قدم استقالته وتقدم باعتذار رسمي، ويمكن قال ان انا مش هقدر اكمل الفتره اللي جايه، معرفش بقى هل نظرا لانشغاله بالعياده بتاعته ولا عنده حاجه تانية ولا في مشكله قابلته في الفريق، كل الكلام ده هعرفه لحضراتكم وهقول لحضراتكم عليه اكيد عشان برضو نبقى بنقول الخبر وعارفين تفاصيله وكواليسه. انما الايام اللي جايه او الاسماء اللي طرحت الفتره دي لخلافه الدكتور عادل الحداد، ايمن فريد، مصطفى المنيري، خلال ساعات قليله قوي هيتم اختيار طبيب لنادي الزمالك. جون انطوي كنت قلت لكم ان هو كان عنده حاله تسمم كده، كان اكل بيتزا والمفترض ان هو حصل عمليه تسمم ليه، انما خلاص هو يعني المفترض ان هو طلع بره المستشفى، الف سلامه عليه. الاسماعيلي بيستعد لسموحه بوديه مع الشهداء، يخوض الفريق الاول لكره القدم النادي الاسماعيلي مباراه وديه مع الشهداء يوم الجمعه اللي جاي استعدادا لمباراه سموحه في الاسبوع ال 18. ريجاردو المدير الفني البرازيلي استقر على استمرار البرنامج الفني اللي وضعه استعدادا لمواجهه سموحه بعد الانباء اللي ترددت عن نيه الامن في تاجيل المباراه، انما هو كان مستمر في الكلام، مفيش في البرنامج مفيش كلام. حسام حسن بيختار 21 لاعب لمواجهه الداخليه، اعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمه فريقه اللي ضمت 21 لعيب استعدادا لمواجهه الداخليه بكره الثلاث في اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 15 اللي ضمت كل من ابراهيم فرج، علي فرج، رامي عادل، محمد سمير، فتحي مبروك، عبد الرحمن فاروق، باسم عيد، رمزي خالد، اسامه بوغنيمي، عامر صبري، خميس حسني، اسلام صالح، محمد فاروق، محمد حمدي زكي، اكرم عبد ربه، هاني سعيد، محمد السيد بازوكا، وعلاء كمال، واسامه العزب، وسعيد قطه، ومحمد عادل. عنده مباراه بكره مع فريق الداخليه، كانت مباراه دي مؤجله لو تفتكروا حضراتكم في الحادث الاليم اللي تعرض له يوسف محيي لاعب نادي الزمالك اللي كان معار للنادي الاتحاد السكندري، ويمكن حصلت الحادثه في اليوم ده فما حصلش لعب للمباراه، وكانت المباراه بعديها بيوم ما حصلش لعب وتاجلت، هتتلعب بكره باذن الله. طيب عندي طبعا كنا قلنا قبل كده ان مش عيب ان انت يعني تستفيد من مكان انت موجود فيه، انما لما تكون بتأدي بشكل طيب في المكان اللي انت موجود فيه استفيد زي ما انت عايز. انما يعني مش عايز اتكلم كتير، خلونا نتفرج على الصورة بتاعت الاستاذ جمال علام، ما شاء الله الدعاية يعني عاملة شغل جامد جدا، وطيار الاستقلال، ومعرفش هو ده خلط سياسة بالرياضة ولا مش خلط سياسة بالرياضة ولا ايه، انا مش قادر افهم. يعني الناس كانت بتعترض على المهندس محمود طاهر والاستاذ احمد سعيد النائب بتاعه في النادي الاهلي على انهم متواجدين في احزاب سياسية، ولكن الناس استقالت على حد علمي يعني ومعرفتي، الناس استقالت وما بقتش موجودة. معرفش هل رئيس الاتحاد هيبقى فاضي ان هو يدير لعبة كرة القدم بحجمها وبقوتها وبشعبيتها في مصر، ولا هيبقى مشغول بالحملة الانتخابية بتاعته، ومن ثم اكيد لو نجح هيبقى مشغول في يعني تلبية الشكاوي بتوع الناس بتوع الدايرة بتوعه. يعني مش قادر اعرف. كان بدأ الموضوع باوت دور كبير جدا على كوبري اكتوبر وحملة اعلانية
وانتهى بالصورة اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي. معانا الصورة يا وائل؟ وائل يا وائل معاك الصورة؟ طب ما تعرضها، ما انا اتكلمت عنها والله، خلصت كلامي عنها. هنشوف الصورة. احنا يعني الصورة دي صورة احنا واخدينها، خلي بالكم اهو، سواء التاكسي قاعد اهو، بص اهو عارف ان هو هيتصور، راح يظبط الدنيا. طيار الاستقلال جمال علام على التكوسة، وما شاء الله يعني شهرة غير طبيعية. نتمنى ان الشهرة دي يعني تبقى مؤثر ايجابي بشأن التألق في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأن محتاجين جهد، محتاجين فراغ، محتاجين ناس متفرغة للموضوع عشان خاطر يعني نتقدم بكرة القدم في مصر. هطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بقية كلامنا. اهلا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد الفاصل. خلونا ناخد مداخله مهمه جدا مع كابتن جمال عبد الحميد، المدير الفني لنادي السكه الحديد ونجم نادي الاهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر. هنتكلم معاه اكيد في كذا نقطه او في كذا موضوع. كابتن جمال ازيك؟ كابتن وائل، ده حضرتك اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كنا نتمنى ان حضرتك تبقى موجود معانا النهارده. والله وانا كمان يا وائل، بس انت عارف الظروف بقى كانت صعبه بقى. تمام يعني كابتن جمال، يعني عايز اسال حضرتك على شويه مشاكل في العربيه، فانا اسف يعني. معلش كابتن جمال، عايز اسال حضرتك على شويه اسئله. السكه الحديد اخبارها ايه في الدوري الدرجه الثانيه؟ ماشي بخطى ثابته نحو الصعود ولا شايف في صعوبات السنه دي ولا ايه؟ والحمد لله لا ماشي بخطى ثابته. احنا قعدنا 9 اسابيع مركز اول، وبعدين نزلنا خامس، وبعدين طلعنا رابع، وبعدين دلوقتي تاني. الحمد لله يعني احنا في الثلاثه الاوائل اللي هم ان شاء الله هيصعدوا التراخي، فاحنا في الثلاثه الحمد لله يعني ما بنبعدش عن المنافسه الحمد لله رب العالمين. انتوا في المركز الثالث تقريبا برصيد 22 نقطه؟ لا احنا الثاني، احنا الثاني. هو اتحاد الكوره منزل الجدول غلط، لان انت انت والانتاج الحربي هو 22 وانا 22، ماتش ومتعادل مع ماتش، فانا الثاني يعني. انت الثاني، هو محطوط غلط. انما ان شاء الله باذن الله احنا نكون بنتنافس. يعني هو مجموعه صعبه يا وائل، مجموعه صعبه جدا. المنافسه السنه دي صعبه شويه؟ عايز اقول لك من العاشر لغايه الثاني كلهم بيتنافسوا على ثلاث مراكز الاول. يا تخيل؟ يعني الفرق نقطه ونقطتين وثلاثه بس. من العاشر لغايه الثاني الفرق نقطتين وثلاثه. هو اللي هيصعد في الاخر اثنين من كل مجموعه؟ ثلاثة بكل مجموعة. ثلاثة يعني إذا أنت كون أن أنت تبقى موجود بس في الثلاثة، مش مهم أن أنت تاخد المركز الأول دلوقتي، لأن يعني لسه في بعد كده. مش مركز على الأول، أنا مركز أنا كنت في الثلاثة، فالحمد لله عندنا فرصة، كل فرقة عندها فرص، فأنا الحمد لله عندي فرصة يعني، وعندي الخبرة إن شاء الله نطلع الترقي بإذن الله. يعني شايف أن السكة السنة دي مختلف، ممكن ينافس بشكل قوي على الصعود؟ كتير كتير، لأن إحنا خدنا الخبرة من السنتين اللي فاتوا، وإن شاء الله بإذن الله مركزين من أول أسبوع الحمد لله. ما بننزلش عن المقدمه يعني. تعليق السنه اللي فاتت، قلت لك السنه اللي فاتت كنا العاشر، كنا التاسع، انما دلوقتي الحمد لله ما بننزلش على المقدمه خالص الحمد لله. طب دي حاجه كويسه جدا. كابتن جمال، تعليقك على نتائج كاس مصر والمسابقه بتاعت كاس مصر وبعض المفاجات، تعليقك ايه عليها؟ هو طبعا هو المفاجاه الكبيره ان ولا في مفاجاه في الدرجه الاولى ممتاز حد طلع دور 16. دي المفاجاه الكبيره، لان دايما الكاس صاحب المفاجات الحلوه اللي بتخلي الناس ايه تقول ده فعلا دي ماتشات كاس. فاحنا كلنا يعني لقينا المستوى العالي جدا جدا للهجوم المستقبل، مستوى عالي جدا لغزل دمياط، مستوى عالي جدا جدا للبلديه للمنصوره، ورغم ذلك ما لقيناهمش في حتى صيد المحله، ورغم ذلك ما لقيناهمش في دور ال 16، ولكن المستوى كان متقارب جدا، ولكن الخبره حسمت النتائج. انما خروج مثلا المصري، خروج امبارح انبي، دي مفاجاه كبيره جدا انبي، لانه انبي بينافس على الدوري. يعني شايف ان مكسب الشرطه على انبي دي مفاجاه؟ طبعا، لان انت شوف الشرطه في المركز الكام وانبي في المركز الكام، ومستوى انبي طول الموسم ماشي بثبات، واللي كان بيعمله الشرطه السنه اللي فاتت بيعمله انبي السنه دي، ان هو كان الشرطه ماشي بثبات، فحصل هزه طبعا بعد خروج معظم عناصره الجيده الشرطه. فلما خرجت عناصره الجيده، فطبعا خالد القماش الله يكون في عونه علشان يكون فريق كويس، هيقابل صعوبات كثيره اللي احنا شايفينها ان هو في مراكز متاخره،
فطبعا مفاجاه ان هندي في بنفس الزمالك على المركز الاول والاهلي يخسر امبارح، يعني دي كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني. من الفريق اللي من التقدير طبعا وكل التقدير نادي الشرطه، ولكن انا عارف اكيد طبعا هيعاني هيعاني، لان اي لعيب بيفرق، اي لعيب بيمشي او بيصاب بيفرق مع الفرقه. بلد بقى معظم فريقه مشي كمان الكويسين، الله يكون في عونه يعني. مين الفريق اللي من وجهه نظرك اللي انت متابعه او تابعته في الكاس وشايف ان هو قدم اداء طيب؟ هو طبعا هقول لك حاجه لذيذه جدا وائل، احلى حاجه سمعتها في حياتي. انا طبعا عارف دربت سوهاج 3 سنين، فطحت دي من سوهاج. فطحت دولت لما جم المشرف على الكوره الاستاذ ياسر بيكلمني ودي المحافظ سوهاج سالني سؤال عجيب جدا ما عرفش ارد عليه. قلت له ايه؟ قال لي اصل انا عزمته على الماتش، فهو قال لا انا مشغول وكده، فشوفوا هتلعبوا مين بعد الاهلي ونادي. خلي بالك شوفوا هتلعبوا مين بعد الاهلي، يعني طهطه جايه تكسب الاهلي في كاس مصر وتوصل دور 16. فقعدت اضحك بيها، هو كمان اكيد هو جاي يعني جاله احساس بالثقه او كان بيهرج، ممكن يكون بيهرج. هو لا بالثقه، هو مش يعني انت عارف الناس السياسيين يعني كان دوري هتلعبوا مين بعد الماتش ده عشان اجي لكم يعني. كان فطبعا يعني عايز اقول لك ان النادي الاهلي طبعا يمكن النادي الاهلي هو اللي حسسنا ان هو بيلعب فرقه ممتاز دي فعلا، انه خدها جد قوي وخد الماتش جد قوي، وحسسنا ان بيلعب جد ما عندوش هزار او ما عندوش تهاون او يقول لك انا ادي انذارات علشان اريح لعيبه عشان ماتش الكاس سهل. مش حاجه سهله في الكره المصريه دلوقتي يعني. شايف ان النادي الاهلي احترم موضوع المفاجآت جدا جدا جدا، لانه خد درس كبير من طبعا من طحطة وقبل كده من الزمالك من ادريان عبيد، فخد درس كبير طبعا اكيد، واخد درس وبيعرف ازاي يتعامل مع الفرق الصغيره يعني. ناس بعد مباراه الزمالك ونجوم المستقبل في اقلام نادت بضروره تعيين مدير فني اجنبي لنادي الزمالك، شايف الاداء كان شكله عامل ازاي؟ وشايف هل فعلا لازم يكون في مدير فني اجنبي لنادي الزمالك، ولا انت مع استمراريه كابتن محمد صلاح؟ انا واثق 1000% 1000% ان بعد جول نجوم المستقبل الاتصال حصل على طول بالمدير الاجنبي على طول. الاتصال حصل بعد الجول بتاع المستقبل. بعد انت عارف لو كنا اتغلبنا كان صلاح اتشال في ثانيه، اتشال من الاستاد. اللي اذا كان المدربين بيتعادلوا بيتشالوا، بس بقى بنغلب من نجوم المستقبل كان هيقعد. فطبعا المستوى بتاع نجوم المستقبل كان وحش جدا، واحنا كنا لولا ثم احمد علي كنا كان الزمالك طلع من الكاس يعني. ولكن طب ما هو ما انا في ناس تاني برضو بتقول لك يا كابتن جمال ومنها حضرتك ان 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 الكاس فيه مفاجآت، فمش هو ده المؤشر للاداء يعني؟ لا ما الزمالك لا ما الزمالك لا بدليل اقول لك الدليل بس ان حلمي طولان خد الكاس مشوه مع اول تعادل او مع اول خساره. محمد حسام ميدو خد الكاس مع اول تعادل مشوه مشي، حسام حسن لما تعادل مشي. لا الزمالك لا الزمالك حاله خاصه. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ انت دلوقتي يا وائل يعني صارف كل ما تملك وجايب لاولادك كل ما تملك وكل حاجه ومفيش ابنك مش قادر يوم يملك يجيبك كوبايه ميه. فانا في نادي الزمالك رئيس النادي والمجلس جايبين كل لعيبه مصر حلوين، كل واحد حلو جابه. فانت ما تعذبليش ولا تخسر لي، انت تكسب. انا جايب لك كل لعيبه كويسه القماشه الحلوه اللي تقدر تكسب في اي لحظه. فانت بتتعادل وتكسب وتخسر لا ما ينفعش. هنا عنده حق، والمدرب يعني بيلعب تحت ضغط لانه لازم يكسب على طول، عنده حق ان هو ممكن تفلت منه عشان الضغط بيولد الاخطاء دايما او العصبيه بتولد الاخطاء. فالاثنين عندهم حق، فانا ما نقدرش فيهم حد السنه دي لان النادي جايب كل لعيبه كويسه، صارف كل فلوس كويس، جايب مدخل النادي فلوس كويسه، مدي اللعيبه حقوقها، كل حاجه ماشيه صح. اللي انت عايزه بعمله لك. فاهمني؟ فعشان كده شايف ان عشان كده اي تعادل اي خساره يبقى من حقه ان هو يمشيهم. يعني من حقه، وهم التانيين الله يكون في عون طبعا اللي بيشتغل نادي الزمالك، لان مطلوب منك يا وائل انت عندك كل الامكانيات لازم تطلع برنامج كويس. عندك كل الامكانيات، لو عملت حاجه لو ما عملتش برنامج كويس يبقى عادك ليه؟ ده انا مديك كل الامكانيات عشان تعمل برنامج كويس عشان تجيب لي حاجه كويسه. طب هو هل يبقى كده كابتن جمال انت بتنادي ان نادي الزمالك السنه دي تحديدا بيتعامل بالقطع مع المدربين؟ لا بس بقول لك هم كده يعني، ده الاسلوب اللي ماشي دلوقتي في نادي الزمالك. انا مش بنادي، هو ده اللي ماشي. ما انت اهو الماضي او اللي فات بان ولا ما بانش؟ يعني مثلا ميدو
هل ميدو كان وحش ما ياخد كاس مصر وقالوا كاس مصر غايب عن نادي الملك كام سنه؟ فحلمي وميدو خدوهم ورا بعض الاثنين مع اول مباراه يمشي نفس الحكايه. لما جه بعديه طب هو ده يعني دي سوء قرارات من الاداره كابتن جمال؟ لا بقول لك مش سوء. هو طبعا اي اقاله مدرب ده سوء، اي اقاله مدرب ده سوء، بس بقول لك هو الاداره جايبه كل حاجه فبيبقى صعبان عليها انها يتعادل مع فرق صغيره او يتغلب من فرق صغيره او من فرق الدوري فبيصعب فيها. لا المدرب ده ما ينفعش مع السلامه. وده طبعا خطا كبير وغلط كبير، انما بقول لك ما تقدرش تلومهم. انا جايب لك كل حاجه، ليه تتغلب يعني ما تتغلب بنادي الاهلي، ما الاهلي برضه اشترى لعيبه كويسه قوي من المقاولين واشترى كذا وعمل فرقه كويسه، اتغلب انما احنا جايبين لك كل اللعيبه اللي في الانديه الكويسه اللي انت بتلعبها عندك، يبقى تتغلب ليه؟ او تتعادل ليه؟ فاهمني؟ فاهم. طيب الجزء الثاني من السؤال، الجزء الثاني من السؤال اللي بخصوص هل محمد صلاح يستمر ولا يحصل تعاقد مع مدير فني اخر؟ لا بص صدقني انت دلوقتي سجل المكالمه ديت بعد اذنك وهاتها بعد ما يتشال محمد صلاح. اي هزيمه صلاح هيمشي، طول ما هو كسبان تجديد ثقه وصلاح مستمر وصلاح احسن مدرب في العالم وصلاح هو اللي عمل استقرار وصلاح بيكسب كل الماتشات. لو خسر مباراه واحده صلاح لا يصلح، ولازم يجي واحده يا اما نجيب نرجع ميدو ثاني يا اما مش عارف مين. صدقني ده مين المسؤول عن كده يا كابتن جمال؟ هل الاعلام المسؤول عن كده ولا الاداره بتاعت نادي الزمالك؟ لا اداره الزمالك طبعا، اداره الزمالك هي المسؤوله عن كده. ليه؟ لان ما انا بقول لك هو صارف، اداره الزمالك صارفه. فما تقوليش بقى، بص يا وائل، الكره في الوطن العربي كله النهارده في كاس خليجي 22 الفرق الخليجيه بتتمرن عشان كاس امم اسيا، مشوا المدربين وجابوا مدربين ثانيين في امم اسيا. يعني الدول العربيه كلها كده، مع خساره انت افشل مدرب، مع المكسب بتشيلك على دماغنا من فوق، انت احسن مدرب في العالم طالما بتكسب، خسرت مع السلامه مش عايزينك. في كل حته كده، اوعى تقول لي النادي الاهلي برضه بيعمل كده. النادي الاهلي النهارده ما مانو جوزيه خسر مشاه من الدور الاولاني. ايوه مشاه بس بعد فتره، ما مشاهوش من مباراه. التقييم مختلف. حسام بدري خسر من الاسماعيلي ثلاثه، مشوه في ثانيه. كل المدربين كل الانديه كده، بس في نادي يستحمل شويه ويقول لك استنى عليه شويه عشان واثق فيه كمدرب كويس، وفي نادي يقول لك لا اصل الوكله مرشح لنا 20 واحد 15 واحد. بس هو تصحيحا للمعلومه بس يا كابتن جمال، مش قصدي حاجه، بس هو كابتن حسام بدري هو اللي استقال بعد مباراه الاسماعيلي اللي انتهت بفوز الاهلي بفوز الاسماعيلي 3-1. بس وائل اسمعنا، وائل استقال يا وائل، ده الجمهور حط له يافطه يا وائل، استقال لا لا استقال اصلا كنت في النادي، هو استقال وهو ده اللي حصل المشكله ما بينه وبين حسن حمدي او كابتن حسن حمدي. بس خلينا نرجع لقصه ثانيه. انا انت بتقول ان ده سمت الدول العربيه وسمتنا في افريقيا كده، ولكن هل انا بقول كابتن جمال عبد الحميد عايز او يتمنى استمرار محمد صلاح حتى لو حصل خساره، ولا شايف ان مدير فني اجنبي اللي يجي ويشيل الليله وخلاص؟ استمرار محمد صلاح 1000%، انا مع استمرار صلاح طول العمر، طول الدوري، طول الموسم، انا معاه مع استمراره. انما انت مع استمراره، ولكن انت متاكد ان مع خساره اول مباراه قادمه محمد صلاح بره؟ وانا اتمنى ان هو يستمر حتى لو خسر، يستمر، لان هو عامل حاله كويسه مع الفريق، حاله لذيذه. بس طبعا النتائج بتحكم، ولكن انا مع استمراره. انا اتمنى اي مدرب مصري، يبقى ماسك نادي مصري او منتخب مصر، انا اتمنى كده. اتمنى يكون مدرب مصري، لان احنا فعلا المجموعه بتاعتنا كويسه، بس احنا مش ما بنديهمش الدفع، دايما ماسكين عليهم يعني. طيب جريده مع النادي الاهلي، شايف ان لو اتعامل بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم فيه في نادي الزمالك، كان جريده زمانه مش من زمان. لا ده زمانه كمان بطل كوره. كان زمانه بطل تدريب كمان. بس جريده دلوقتي جاي له بطوله ثالثه اللي هي السوبر الافريقي، عايز اقول لك هيتحط السي في بتاعه برضه ثلاث بطولات للنادي الاهلي. فدي برضه جامده قوي بالنسبه لاي مدرب جه في خلال ثلاث اربع خمس شهور خد له ثلاث بطولات جامدين جدا. فطبعا دي حاجه كويسه قوي بالنسبه لجريد، ده اللي مخليهم مستحملين شويه يعني. انما اداء الفريق انت شايفه معاه مختلف؟ وحش، لا وحش. بص انت يعني انا لعبت كوره الحمد لله عندي خبره. جريده ما بيعرفش يعمل فريق ولا بيعرف يغير، صدقني ولا بيعرف يحط فريق ولا بيعرف يغير. امال بيعرف يعمل ايه؟ ده كده ما بيعرفش يعمل حاجه يعني.
لا ممكن يكون بيعرف يدرب كويس، يعرف يعمل بدني كويس، يعرف ما في فرق وائل، لازم الناس تعرف في فرق بين الكوتش وفي فرق بين المدرب الفني بالعربي، المدير الفني والمدرب ومدرب اللياقه. في مدرب لياقه بس ده بيخلي اللعيب يجهز عشان المدرب ينزل، المدير الفني ينزل يقول يا جماعه احنا هنجيب جول ازاي وهندافع عن الجول ازاي، فيبتدي يحط الخطه واحده واحده، ده تعمل كذا وانت ده المدير الفني ده الكوتش. اما المدرب البدني ده البدني ده لازم يبقى متواجد عشان العضله ما تتشدش، الكرامب ما يجيش بعد كذا، النفس يتنظم. فالناس مش فاهمه، الناس فاهمه ان المدير الفني ده يعرف اللياقه ويعرف مش عارف ايه ويبقى ده، لا هو المدير الفني عباره عن يقول للفرقه ازاي يدافع عن الجول ما يجيش فينا جول وازاي نجيب جول. العالم كله اكيد طبعا، العالم كله حوالين الكلمتين دول، ازاي ما يجيش فيا جول وازاي اجيب جول. فازاي تحرك لعيبتك ال 11 ان ما يجيش فيك جول ويجيب في ده المدير الفني. ممكن يكون جريده اصلا بتاع اللياقه بتاع بدني، انما اصلا كل مره ابص لتشكيل النادي الاهلي اقول في حاجه غلط، في حاجه غلط، يجي يغير يغير غلط كمان. وصحه الكلام اللي انت بتقوله بتثبت من خلال المباراه. انا مش فاهمه، لان انا انت عارف انا بتفرج مش ولا اهلاوي ولا زملكاوي، انا بتفرج مدير فني عايز يكتسب خبره اكيد طبعا، من مدرب مصري، من مدرب اجنبي، من مدرب صغير، مدرب كبير، عايز اكتسب اي خطه، اي تكتيك، اي طريقه، 3 3 5 2 4 4 2، عايز اكتسب. ابص الاقي الموضوع لا، اتفرج بقى كمشاهد مش كمدرب عشان ما اللي عندي ما يروحش. تمام تمام كابتن جمال، اخر سؤال في عجاله جدا، توقعاتك لمباراه الاهلي والزمالك؟ مفيش توقعات، اللي دايما الاهلي لو فوق قوي والزمالك تحت قوي تبقى برضه نازل مرعوب. انا لعبت في الماتشين، هو قبل الماتش باسبوع كنت بلعب في النادي الاهلي، كان ركب بيتخبط في بعض، فلما رحت نادي الزمالك هلعب نادي الاهلي ركب بيتخبط في بعض. تمام، اصلا مفيش توقعات الماتش دوت، لو الزمالك احسن حالاته والاهلي وحش مفيش توقعات. تمام تمام، انا بس أتمنى ايوه ان يكون اللعيبه والجاهزين على قد المسؤوليه عشان الجمهور يرجع بسلامه ان شاء الله. تمام، بشكرك جدا كابتن جمال عبد الحميد المدير الفني لفريق السكه الحديد. معايا الناحيه الثانيه كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ولكن هطلع فاصل وبعد كده هرجع اخد كابتن حسام البدري وهكلمه في عده موضوعات، اهمها اكيد المنتخب الاولمبي والنتائج الطيبه اللي بتتحقق او الاداء الجيد اللي بيتحقق مع كابتن حسام البدري. اهلا بحضراتكم مره اخرى، رجعنا لكم بعد الفاصل. معايا كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي المصري. كابتن حسام ازيك؟ طيب التليفون اتقطع وهنرجع نتكلم مع كابتن حسام مره اخرى. كابتن حسام، مع المنتخب الاولمبي عامل نتائج كويسه، كانوا بيلعبوا منتخب غانا استعدادا للبطوله، استعدادا طبعا للنهائيات ومباراه كينيا، المباراه المهمه اللي هيلعبها المنتخب المصري عشان خاطر ريو دي جانيرو الاولمبياد في 2016 باذن الله. كابتن حسام زي ما بقول لكم لعب مباراتين وديتين امام المنتخب الغاني، قدر يكسب في المباراه الاولى 3-0 والمباراه الثانيه خسر 3-2، وان كان هو انا سمعت ان هو كان معجب جدا باداء اللعيبه في المباراه الثانيه، وهو احتكاك قوي. وخلي بالكم غانا في كل مستوياتها ومستوى الاعمار عندهم او مستوى الفرق عندهم في كل ومختلف الاعمار بتبقى فرق قويه جدا. يعني احنا لعبنا، انا افتكر في منتخبنا كنا بنلعب غانا دي يعني رايح جاي ونستضيفهم ويستضيفونا، خلاص شربنا بعض، عرفنا بعض، فهمنا بعض. الاجيال بتطلع كلها من مصر وغانا بيبقوا اصدقاء بشكل كبير جدا نتيجه المباريات الوديه العديده اللي بتتلعب. فاعتقد ان المنتخب الاولمبي يعني بيقول حاجه، ومعاه مدير فني ملتزم جدا ومحترم جدا، فاعتقد ان هيبقى نواه مهمة جدا جدا للمدير الفني القادم لمنتخب مصر الأول طبعا. فالمنتخب الأولمبي أعتقد أنه ممكن يعمل شغل مميز جدا. مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية محدش يقدر يتوقع فيها، يعني ما تقدرش تتوقع المباراة زي ما كابتن جمال عبد الحميد قال كده، محدش يقدر يتوقع مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر. الزمالك بيبقى في أحسن حالاته الفنية والبدنية، والاهلي بيبقى في أسوأ حالاته، والشارع كله بيبقى متخيل ومتوقع هزيمه ساحقه للنادي الاهلي وفوز مستحق لنادي الزمالك، تنزل تلاقي الاهلي بيكسب.
واوقات تانية الاهلي في قمه مستواه ومتالق، والزمالك عادي جدا ماشي خطى عاديه جدا، والزمالك تلاقيه هو اللي يكسب. فطول عمر المباريات دي محدش عارف ايه اللي بيحصل فيها. يعني افتكر من الذكريات برضه في مباراه الاهلي والزمالك، كنا في 2001 كان عندنا مباراه امام الترجي التونسي في تونس، مباراه الشهيره طبعا بتاعت سيد عبد الحفيظ، اتعادلنا المباراه دي 1-1 وصعدنا لاول مره من فتره لدور قبل النهائي في طيب خلينا نتكلم الاول كابتن حسام بدري. كابتن حسام ازيك؟ مساء الخير يا كابتن وائل، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، حياك ليك. واعتقد انا سمعت معاك كابتن جمال عبد الحميد. صوته طبعا. كان كابتن يعني... جمال عبد الحميد. تمام يا كابتن حسام. كابتن حسام كنت بتكلم مع كابتن جمال، وعايز اتكلم مع حضرتك بس في الاول في بدايه عن المنتخب الاولمبي والمباراتين الوديتين اللي لعبهم مع المنتخب الغاني، تعليق حضرتك على المباراتين ايه؟ طبعا هو الهدف الاساسي من المباراتين التجمع الاخير بالنسبه لنا في اللقاء الرسمي اللي هو هيكون مع كينيا ان شاء الله يوم 1 مارس. فكان لابد الاستعداد بمباراتين في نفس الوقت، يمكن الى فريق او منافس على مستوى جيد على اساس الاستفاده تبقى باكبر قدر ممكن. على الجانب الاخر طبعا الهدف منها كان زياده الانسجام من المجموعه اللي احنا استمرينا بيها لغايه دلوقتي، على اساس ان احنا زي ما عارفين ابتدينا يمكن من سنه كان في اكثر من لاعب انضموا للمنتخب، في مجموعه كملت في مجموعه ما قدرش يكمل، فبالتالي من تجمع لاخر طبعا بيبقى هدفنا الاساسي زياده الانسجام. واعتقد كان في كمان يا كابتن الفترات اللي فاتت لما كان بيبقى في تجمعات للمنتخب الاول فما كانش عندك العدد الكافي. بالظبط، ما فيش عدد كافي، وفي نفس الوقت كان بيبقى برضه في اهداف اخرى بجانب ان انت بتركز على المجموعه اللي انت مستمره معاك، وتبقى بتحاول طبعا تركز في زياده الانسجام سواء بالمباريات الوديه او في التمرينات خلال التجمعات اللي احنا بنعملها. كان بيبقى في مسار اخر هو انك انت تقدر تشوف عناصر جديده بتظهر من خلال مباراه الدوري ومتابعتك ليها. فبرضه كان الهدف الاثنين دول موجودين في التجمع الاكيد، لكن كان الهدف الاساسي بالنسبه لي انا زياده الانسجام بين المجموعه اللي انا من وجهه نظري طبعا واللي هي يعني المفروض هعتمد عليها في مباراه كينيا باذن الله. شفنا المباراتين كان فيهم فايده كبيره جدا بالرغم ان احنا كسبنا المباراه الاولى وخسرنا المباراه الثانيه، لكن كان في استفاده كبيره جدا على المستوى الفني. على الجانب الاخر طبعا انك ان انت بتلعب مباراتين في فتره زمنيه الفاصل بينهم 3 ايام تكسب المباراه الاولى المباراة الثانيه دي فيها خبره كبيره جدا للاعبين. لاشياء كثيره يمكن ممكن تحدث في الدورات المجمعه، ممكن تحدث في المباراه اللي هي فيها هوم واوي. مظبوط. تبقى اللعيبه عارفه ان مش بمجرد المكسب لمباراه واحده انك انت تبقى حققت الهدف بتاعك، فدي خبره برضو من الخبرات اللي احنا يمكن اكتسبناها. يمكن بالرغم ان المباراه الثانيه كان برضو في سيطره لينا وكانت الاهداف نتيجه اخطاء ودورات في كره القدم، لكن لابد يبقى في استفاده برضو بتوتال المباراتين والنتائج بتاعتها سواء بالمكسب او الخساره بيبقى في استفاده. الجانب الاخر طبعا في مشاكل طبعا بتقابلنا زي ما انت عارف، التباين اللي موجود بين مستوى اللاعبين، المشاركه وعدم المشاركه، يعني في ناس بتشارك في الدوري في ناس ما بتشاركش، والفترات الزمنيه المختلفه، وحتى التجمع الاخير كان في اختلاف في توقيت التجمع لان كان في ارتباطات للانديه، واحنا كمان موجودين في المعسكر كان في طلب من معظم الانديه بمشاركه بعض اللاعبين في كاس مصر، وبالفعل ودينا لهم اللاعبين، فكان في مشاكل كبيره حوالينا في المباراتين، لكن حققنا الهدف الاساسي ان احنا لعبنا مباراتين. وانا بقول لك يعني التثبيت بيشبك في دماغي اكتر والمجموعه اللي هعتمد عليها اكتر، وفي نفس الوقت وقفنا على بعض العناصر الجديده زي لاعب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولين العرب وحمدي لاعب دمنهور، فشفناهم وممكن برضه نستخدمهم في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب كابتن حسام عايز اسال حضرتك سؤال، وبما ان حضرتك راجل موضوعي جدا، يعني برضه اللي ما تابعش الماتشين يستغرب شويه من النتائج، يعني مكسب المباراه الاولى 3-0 وده يدي ايحاء بالسيطره الكامله والتالق الغير طبيعي للفريق منتخب مصر. أن النتائج دي يا كابتن حسام في المنتخبات الاولمبيه والمنتخبات الشباب والناشئين مع منتخبات غانا تحديدا نتيجه ما بتحصلش يعني كتير، 3-0 دي نتيجه كبيره، والمباراه اللي بعديها هزيمه 3-2، يعني الناس اللي ما اتفرجوش يقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط. هو اللي حصل طبعا اللي اتفرج من المباراه عارف ايه اللي حصل طبعا، يعني في اخطاء بتحدث في كرة القدم لكنها هي اخطاء، احنا كفنيين بنقول عليها اخطاء وفي بعض الاحيان بنقول عليها اخطاء سر. بس انت لعبت بنفس التشكيل في الماتشين يا كابتن حسام؟
تقريبا، لكن المباراه الثانيه حصل فيها بعض الاخطاء، وده وارد في كره القدم، وطبعا انا ما بحملش اللعيبه اللي حصل منهم اخطاء، لكن احنا يجب ان احنا نتعلم من اخطائنا. نفس الوقت شيء مهم عندي انا بقول لك التركيز، لان زي ما بقول لك ممكن بعض اللاعبين افتكروا ان بفوزهم في المباراه الاولى المباراه الثانيه برضه هتبقى سهله، بالرغم من تحذيري وتحضيري ليهم بالشكل الايجابي والشكل المطلوب من المباراه، لان طبعا شغلتك وخبرتك بتحتم عليك ان انت تبقى في الحاجات دي حريص جدا، وكره القدم ما فيهاش ثوابت، بيبقى فيها متغيرات، لكن حصل الاخطاء دي، وبالتالي يمكن الدرس المستفاد اللي انا شايفه بالرغم ان انت خسرت المباراه لكن في درس مستفاد، ان لعيبتك ما تعرف يعني تتاكد ان مش مجرد فوز مباراه على خصم وانت بتقابل الخصم ده انك انت هتوفق تاني وتقدر تكسبه بسهوله، لا لابد يبقى في تركيز، ولابد يبقى برضه في اصرار وفي تنفيذ للتعليمات اللي بتتقال. وانا بقول لك ده طبعا هيحدث في الدورات المجمعه، لانك انت هتلعب مباريات في فترات زمنيه قليله، وفي نفس الوقت التصفيات اللي انت بتلعبها بتلعب على ملعبك وخارج ملعبك، فاللعيبه بتبقى عارفه لو انت حققت فوز كويس على ملعبك لا ممكن خارج ملعبك تخسر نتيجه الفوز اللي انت عملته دي، فلابد عندك حرص وتركيز. فده دي الاستفاده اللي احنا استفدناها من مباراتين ثانيه. طيب عشان يستفيدوا خبرات، بما انهم معظمهم لسه لعيبه صغيره يعني. طيب اكيد. طب اتكلمت برضو في نقطه مهمه جدا يا كابتن حسام، وهي ان مش كل اللاعبين بيشاركوا بصفه اساسيه مع انديتهم. حضرتك كمدير فني للمنتخب الاولمبي بتعالج ده ازاي؟ هل هتعمل معسكرات مثلا خاصه او تجمعات خاصه؟ وائل انا بقول لك انا في مشكله كبيره جدا في النقطه اللي انت بتقولها دي، حته التجمعات مع استمرار مسابقه الدوري العام والارتباطات. خلينا نتكلم بواقع كده ومنطقيه، انا بتمنى كمدرب طبعا يبقى في تجمعات، لكن الواقع بيفرض علينا غير كده، مش هتبقى في تجمعات طويله. انا كل اللي انا بتمناه طبعا ان على الاقل يبقى اسبوع قبل المباراه، وهو ليس كافي لتحضير اللاعبين اللي هم مش جاهزين يعني طبعا. مش انا مجرد الناس ما تسمع اسبوع حاضر اجهز فيه الناس اللي هي ما بتلعبش مباراه وما بتشاركش، لكن اسبوع على الاقل حتى يبقى طريقه التعامل اللي انا عاوز اتعامل فيها في المباريات تقدر تركز عليها وتقدر لعيبه تعرفها، مع الفروق الفرديه اللي موجوده بين حاله اللعيبه بقى بقدر اختار افضل العناصر. طبعا يجب متابعتي من الدوري بشكل مركز انا والجهاز الفني الموجودين، على اساس احنا نقدر نقيم اللعيبه ونشوف جاهزيتهم عامله ازاي، بحيث اختياراتنا برضو تبقى ايجابيه ويبقى فيها منطقيه، واحنا بنتعامل مع الفترات الزمنيه القليله دي من خلال التعامل مع المباريات. طب اغششك حاجه يا كابتن، مش عارف هي صح ولا غلط؟ اتفضل. كان في مديرين فنيين قبل كده لما بيلاقوا اللعيبه اللي هم معجبين بيهم او مقتنعين بيهم ما بيلعبوش مع الانديه بتاعتهم بصفه مستمره، كان بيحصل اتصال ما بينه وبينهم وبيتمرنوا في الخفاء لوحدهم مع المدير الفني ده. لا انت ما غششتنيش، لان هو احنا عاملين برنامج لمعظم اللاعبين بجانب التدريبات مع انديتهم، في برامج من المتخصص اللي هو المعد البدني الموجود معانا بيتابع اللاعبين، بيتابع الناس اللي هي ما بتشتغلش، بيتابع برامج، في برامج معموله ليهم على اساس نضمن جاهزيه اللعيبه بشكل مناسب صح. يعني يتناسب مع المتطلبات اللي احنا هنطلبها في الفتره الزمنيه القليله دي، فاحنا عاملين الموضوع ده طبعا، لكن طب كل حال من الاحوال برضه فورمه المباراه مهمه، رغم ان انت يعني انت مش هتقدر تروح تعمل ماتش لوحدك بقى صح صح. يعني قاسم ادري يعني بيتابع اللعيبه ديت، وفي نفس الوقت انا بقول لك مش هتقدر تطلب بقى ان انت تعمل مباراه كمان، لكن الى حد ما بنقدر نتفادى يعني ان السلبيات ما تبقاش زياده بعدم مشاركتهم، فبنعمل برامج خاصه ثانيه وبنتابعهم على اساس تبقى يعني حتى درجه الجاهزيه مقبوله او مقبوله، ولكن وليس هو المطلوب يعني بالظبط. طيب المنتخب الكيني، هل حضرتك اتفرجت عليه بشكل كافي؟ عرفت نقاط الضعف والقوه فيه؟ لسه ما شفناش حاجه خالص، لكن عاملين اتصالات طبعا مع السفاره المصريه وعاملين اتصالات هناك بحيث ان احنا ننجح ان شاء الله ونجيب اي ماده ليهم ونشوفهم قبل ما نلعب ان شاء الله. طيب هيحصل تأجيل، حضرتك بتطالب بتأجيل بوقت كافي عشان تقدر تستعد بشكل محترم؟ تأجيل انا ما قلتش تأجيل، انا قلت ان انا يتعمل معسكر يعني، او مش تأجيل، هو بيتعمل حساب المنتخب الاولمبي، بطلب من اتحاد الكره الكلام ده، بطلب من الاستاذ عامر حسين الكلام ده، ان يتعمل حساب المنتخب الاولمبي اللي هو هيلعب يوم 1 مارس عارفين شهر ده فبراير 28 يوم، فيجب يبقى يعني ما يجيش تقول لي مثلا انا يوم 25 فبالتالي يبقى في 7 ايام، لا يوم 25 زي ما انا سمعت ورفضت الكلام دوت ان هيبقى 3 ايام والعب يوم واحد، لان فبراير السنه دي 28 يوم انا بطلب اسبوع على اساس يبقى فيه الى حد ما جاهزيه واللعيبه تتمرن لمده اسبوع وفي تركيز بحيث ان احنا نخش المباراه الاولى باذن الله بشكل مرضي ان شاء الله باذن الله. اخيرا كابتن حسام، توقعاتك ايه لمباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ احنا سمعنا انها هتتاجل. لا يعني بشكل نهائي ممكن لسه ما تأجلش. توقعات ما تنسيش هيبقى فتره طويله، انا غالبا هتتأجل يعني زي ما انا سمعت
لو ما تأجلتش طبعا انا بقول ان اهلي وزمالك ما مباراه قمه فيها ثوابت، مباراه قمه ديربي للكره المصريه، هي دي الثوابت الموجوده بين اكبر فريقين في مصر، هي دي الثوابت الموجوده. طبعا. لكن النتيجه لا، كره النتيجه ما تقدرش تقول، ما تقدرش تتوقعها. اه طبعا. كابتن حسام بدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب يعني نرجع نتكلم تاني ونقول عن المباراه بتاعت المنتخب الـ بتاعت الاهلي والزمالك، ان هي فعلا مباراه محدش عارف مين ممكن يكسبها. ويمكن كنت بحكي لكم على المواقف اللي حصلت في مباراتي او مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك، فكنا كسبانين تونس او الترجي التونسي او صعدنا للدور قبل النهائي لاول مره من فتره بعيده جدا، من 14 سنة أو 12 سنة تقريبا ما وصلناش للدور ده مع مانويل جوزيه بهدف سيد عبد الحفيظ التاريخي. عايز أقول لحضراتكم كنا منتعشين جدا، وجينا لعبنا الأهلي لعبنا الزمالك واتغلبنا من الزمالك 2-1، كان اللي أحرز الهدفين حازم إمام لو تفتكروا، والهدف اللي احنا أحرزناه يا إما تشيرنو يا إما علاء إبراهيم، مش فاكر مين بالظبط اللي أحرز الهدف. فإذا ما في ثوابت، الزمالك في فترة من الفترات كان فايق جدا والأهلي قدر يكسبه 6، فإذا الزمالك كان فايق السنتين ثلاثة اللي فاتوا وكان الناس كلها بتتكلم عن المكسب، والأهلي كان بينزل يتألق ويكسب في المباراة بتاعت الزمالك. إذا مباراة الأهلي والزمالك ثوابت ان هي قمة، ثوابت ان هي ما بين اكبر فرقتين في مصر، ولكن النتيجة محدش يقدر يعرفها. معايا كابتن جمال الغندور طبعا حكمنا العالمي الدولي السابق طبعا، ونتكلم معاه في القصة بتاعت التحكيم السنة دي. كابتن جمال ازيك؟ كابتن وائل مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين. وانا مش عارف انت طايق ازاي تقعد على الكرسي، انت كنتش بتقعد خالص يا وائل مجرين من عمال يا كابتن، عمال اعمل كده واجي كده واطلع فوق وانزل تحت. انا بقول كده لازم تعمل لك شويه استيكات وانت قاعد كده. والله ساعتين يا كابتن بفضل قاعد كده مش قادر. انا مستغرب ازاي انت قادر تقعد كده، مش عارف يعني، انا مش عارف صراحه. لو الناس كانت صراحه كانت بتشوفك زمان وانت بتجابي كل اللعيبه وراك والحكام والاداريين والاجهزه الفنيه وكل الدنيا. ربنا يكرمك كابتن جمال الغندور طبعا حكمنا المتميز. كابتن جمال، الموجة السنة دي عالية شوية على التحكيم، يعني الناس مركزة شوية مع الحكام، مركزة مع قراراتهم، مركزة مع أدائهم. شايف التحكيم ياخد نسبة قد إيه في الدور الأول؟ بص يا وائل، عشان نقول ما نسيبش الموضوع على المطلق، إذا اتكلمنا عن حكام لسه في بداية معظمهم يعني لسه في بداياته وعمرهم في تحكيم الدوري الممتاز لا يتعدى السنة أو السنتين، نقول ان التحكيم جيد، ما نقدرش نقول انه اقل من كده. لكن في المجمل العام وده شيء طبعا اعتقد لا الكاميرا بتخفيه ولا البرامج بتخفيه، طبعا اعتقد انه في اخطاء موجوده في المباريات. بعضها كانت اخطاء كبيره، وهناك اخطاء فرعيه وعاديه بتحصل في كل مكان، حتى الاخطاء الكبيره دي بتحصل في كل مكان. خلينا لما نيجي نقول لما نيجي نتكلم عن تقييم التحكيم، احنا مش بنتكلم عن مرحلة مثلا عندنا فيها 10 أو 20 حكم ليهم مثلا 10 سنين بيحكموا في الدوري الممتاز زي ما كان بيحصل سنين قبل كده مكتسبين الخبرة. لا، احنا بنتكلم عن مرحلة هي مرحلة صعبة بكل تأكيد. بعد السنين اللي فاتت وبعد اللي احنا كنا بنتعرض له، وفي نشاط مفيش نشاط، وبعدين في جمهور مفيش جمهور، وبعدين امور اعتقد ان احنا لازم نحط دي في الحسابات واحنا بنقيم التحكيم. طيب كابتن جمال، مباراه الاهلي والزمالك انباء عن حكام اجانب، الاتحاد المصري قال حكام مصريين اللي هيتولوا المهمه، او لجنه التحكيم قالت ان الحكام مصريين. انا قلت في بدايه الحلقه ان انا لو من لجنه التحكيم او لجنه الحكام لا اجيب حكام اجانب ورايح دماغي، وبرضو ايمج يعني، برضو الحكم الاجنبي لما بيجي يحكم بعمل نوع من الرواج، بدي رساله سياحه رياضيه، يعني في حاجات كده ممكن تستخدم، وبرضو في نفس الوقت انا شايف الموجه عاليه على التحكيم فاكبر دماغي خالص من القصه دي. ايه رايك؟ لا انا بختلف معاك يا وائل تماما. يعني انا فكره ان انا اعمل رواج سياحي بثلاث حكام لا يحمل بناقص الرواج السياحي اذا كانت الحكام دول هيبقوا حكام اجانب. احنا لازم في جميع الاحوال مهما كانت الظروف لازم ندي الثقه لحكامنا ولازم نقف جنبهم. انا شخصيا من اشد المؤيدين للتحكيم المصري تحت اي ظرف، تحت اي ظرف، مهما كانت اهميه المباراه ومهما كانت حساسيه المباراه لازم نعود انديتنا على كده. انا بس عايز اسالك كام سؤال. هل تضمن ان الحكم الاجنبي اللي هيجي لمباراه الاهلي والزمالك هيقدم مباراه من غير ما يغلط؟ لا طبعا ما اعتقدش، بس غلطه 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 مش هيتحاسب عليه زي ما حكم مصري ان هو يتحاسب.
وطول عمره طول ما احنا بنجيبه هيفضل غلط وما يتحاسبش عليه، وهيفضل حكامنا هو اللي يتحاسب بس. لكن لو عودنا الناس وعودناهم دايما ان هم يشوفوا حكم مصري هيتعودوا على غلط الحكم المصري. هقول لك على حاجه، انت عارف ان اصبحت هناك مباريات اقوى بكثير من مباريات الاهلي والزمالك، ومحدش بيصلي فيها بحكام اجانب. يعني احنا لما بنتكلم عن مباريات الاهلي والاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي والاهلي والمصري مثلا والزمالك والمصري، كلها مباريات كبيره، كلها مباريات مهمه زي الاهلي والزمالك. اكيد طبعا. ليه دايما بنقبل الحكم المصري فيها وما بنقبلش الحكم الاجنبي؟ عشان الناس هي اللي صنفت يعني، عشان الناس هي اللي صنفت الاهلي والزمالك ان هو لقاء قمه. لا انا ما اقدرش اقول انه مش لقاء قمه، هو لقاء قمه طبعا، مش عايز كلام، هو لقاء قمه ولقاء كبير. واحنا زمان في وقتنا الحكم فينا كان كل امله او من كل امله في المحلي يعني، مظبوط، ان هو تتيح له فرصه يدير مباراه الاهلي والزمالك. اكيد طبعا. وكنا بنقول لبعض كده اللي ما يحكمش ماتش الاهلي والزمالك كانه ما حكمش في الدوري المصري، كنا بنقول الكلام دوت. لكن اللي عايز اقوله لك، اللي عايز اقوله لك ان احنا خلينا يا جماعه نبقى منطقيين وواقعيين شويه. يعني احنا دلوقتي ايه اللي هنستفيده من ان احنا ندفع لنا مش اقل من ما اعرفش قد ايه 30 40 الف دولار دلوقتي عشان نجيب هذا الطاقم، واحنا اصلا بنعاني من 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 مشاكل ماليه. وفي نفس الوقت احنا مش ضامنين. يا ريت لو اضمن، لو تضمن انه في دوله احسن دوله في العالم فيها حكام، لو تضمن لنا ان الحكم اللي يجي ما يغلطش قال وسهلا نجيبه وقف في ما هو المشاعر. ما هو ارجع اقول ان اصل المدير الفني للنادي الاهلي دائم الاعتراض على التحكيم، ورئيس نادي الزمالك دائم الاعتراض على التحكيم، فاذا جاي من هنا يعني ان الحكم المصري لما هيغلط هيطلع له بقى اصل هو بيشتغل في شركه مش عارف ايه التابعه لفلان الفلاني، اصله بيشتغل مع شركه برزنتيشن الشركه الراعيه وليه علاقه من بعيد، اصله مش عارف جريده يطلع يقول اصل المساعد ده ما ساعدناش والاهلي بيحتاج المساعده، يعني الكلام. انما لما المدير الفني الاجنبي الحكم الاجنبي هيغلط محدش هيتكلم عليه. والله عارف اقول لك يا وائل، انت كنت معاصر قبل كده وقت ما كان بيبقى موجود الحكام الاجانب، وطلع برضو احد الطرفين قال ان الحكم ده الفريق الثاني مش عارف قابلوه في المطار ودول ظبطوا الحكم كلام مش بص كلام لن ينقطع عن التحكيم. والكلام لن يعني، لكن انا بس عايز اسال، هو احنا ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتقولوا في الماتشات الثانيه اللي هي غير الاهلي والزمالك بيحصل اخطاء، الاهلي اشتكى والزمالك اشتكى من المباريات الثانيه، طب برضه لما يخلص ماتش الاهلي والزمالك وتشتكوا عادي ما تعتبروه زي بقيه الماتشات، ايه الجديد فيه؟ ايه الجديد فيه؟ مفيش جديد، انا مش شايف ان في جديد، مش شايف ان هو ده الماتش مثلا اللي هيحدد بطوله الدوري. لا، انت ممكن ماتش للاهلي او للزمالك مع فريق من الفرق اللي بتنافس على الهبوط يكون هو ده الفيصل في بطوله الدوري، وهيكون بيحكمه حكم كمان مش بقى اقول حكم بقى، لا هيكون حكم صغير، حكم جديد بنعتبره مثلا ماتش سهل. انا مؤيد تماما بنسبه 100% للحكم المصري تحت اي ظروف، من غير ما اقول لك ان احنا يعني قادرين على ان احنا نعمل هذه المباراه بدون اخطاء، لا، ولازم اقول للناس خلينا نبقى منطقيين ونقول لهم ان المباراه هتبقى فيها اخطاء، ومباراة بين الأخطاء بس مش مقصودة، مش مقصودة على حد. ممكن الأخطاء دي يستفيد منها نادي من الناديين، ممكن الناديين يخسروا من الأخطاء ديت، لكن خلينا ندي الثقة للحكم المصري وخلينا نتجاوز هذه المرحلة. طالما احنا لعبنا مباراتين دلوقتي للأهلي والزمالك بحكام مصريين، مش عايزين نقطع الخط ده بقى، عايزين الخط ده يمشي. تمام. المباراتين إلى حد كبير نجحوا، حكام نجحوا فيهم. برضه ما تقوليش عشان ما كانش فيه جمهور او فيه جمهور، خلينا نترك الموضوع ده لوقته. ولكن احنا في خط فتحناه، انا بتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر فيه عشان يمكن تكون عندنا فرصه ان احنا نتخلص من هذه العقده ونتخلص من وجود الحكم الاجنبي في ملاعبنا، وفي نفس الوقت ده بيدي دفعه كبيره جدا على فكره للحكام. اكيد طبعا، مش للحكم اللي هيدير الماتش بس، لجميع الحكام المصريين. هيبقى عنده امل بقى ان هو في يوم من الايام ممكن يتم اختياره. الله ينور عليك، هيبقى عنده امل انه هيجي عليه الدور ويحكم هذا الماتش. انت بتشوف قبل ماتش الاهلي والزمالك بيقعدوا يجيبوا في التقارير في التلفزيون المباراه دي مش عارف اتلعبت كم مره، حكمها حكام اجانب كم مره، حكام مصريين كم مره، مش عارف مين اللي حكم، يعني بيستنى الحكم مستني. وبعدين طيب، لو ما عندوش اي طموح حتى خارجي يبقى على الاقل احنا فتحنا له باب للطموح الداخلي انه يكون عنده فرصه اداره مثل هذه المباراه. حكمت كم مباراه اهلي وزمالك كابتن جمال في تاريخ؟ كم مباراه؟ احنا وقتنا على فكره ما كانش في
امل ان الحكم المصري يحكم مباراه الاهلي والزمالك. ولما انا حكم المباراه دي مره في سنه 96 انا كده دخلت التاريخ. كانت عمليه بالنسبه لنا صعبه جدا. إن كان خلاص كان مباراه الاهلي والزمالك محدش بيفكر مصريين ولا اجانب، لا ما كانش بتذكر فيها كلمه مصريين دي. يعني هي كانت اجنبي بحت، ما كانش حد بيفكر في المصريين خالص. لا ما كانش وارد ان يبقى فيها مصريين. ولكن سنه 96 الحقيقه لجنه الحكام اللي موجوده بذلت مجهود خرافي ومجهود كبير انها تخليني ادير مباراه الاهلي والزمالك، والحمد لله قدرت المباراه ونجحت. انا وانا رئيس لجنه الحكام عملت مجهود غير طبيعي، مجهود كبير جدا، بذلت مجهود كبير جدا عشان المباراه تلعب بطاقم مصري. ولكن للاسف الشديد ما قدرتش على التيار اللي كان موجود وقتها. ولكن هذه الظروف، واحنا النهارده عندنا فرصه ان يكون موجودين الحكام وعندنا تجربتين فاتوا، خلينا نتجاوز عنها. انا بطلب من الاهلي والزمالك يتعاونوا مع اتحاد الكوره، يتعاونوا مع لجنه الحكام في ان هم يفرضوا الحكم او مش يفرضوا، بلاش كلمه يفرضوا، ان هم يدوا فرصه للحكم المصري ان هو يثبت حقيته في اداره هذه المباراه. مين من الحكام المصريين ترشحوا لاداره المباراه؟ لازم يكون حكم كبير طبعا عنده خبره، وخلينا منطقيين ومحدش يزعل مني. اديني اسم حكام الدوليين. حكام الدوليين عندنا جهاد جريشه بره مش موجود، ربنا يوفقه بيدير بطوله الامم الافريقيه. عندنا محمود عاشور اعتقد مشكله مباراه الزمالك وان بتمنعه انه يدير هذه المباراه. بقيه الحكام فيهم مثلا محمد معروف ومحمود بسيوني لسه صغيرين مش قد هذه المباراه. احنا بنتكلم في ابراهيم نور الدين ومحمد الحنفي ومحمود البنا، من بره في محمد فاروق وفي سمير عثمان. اي واحد في الخمسه دول يقدر يدير هذه المباراه، يقدر يدير المباراه بدون اي مشاكل ان شاء الله. كابتن جمال الغندور حكمنا الدولي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب عايزين نعرض الاهداف بتاعت مباراه تونس والراس الاخضر، نتفرج عليها وبعدين نطلع فاصل. طيب ماشي، نتفرج على الاهداف دي. مباراة تونس والرأس الأخضر انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وده يديك حق إن ما بقاش فيه فرقة صغيرة خلاص في أفريقيا، كله بقى بيتقدم، كله بقى بيتطور، كله بيبقى خلاص ركب القطر والدنيا ابتدت تمشي بشكل كويس، وفرقة صغيرة اسما إنما بتبقى كبيرة أداء. آخر فقرة معايا فقرة تويتر، محمد إبراهيم بيقول زمالك أعظم نادي في الدنيا، جمهوره ليلة دي فوق العادة، قالوا حب الابيض حاجه تانية، ادي له عمري وادي له حياتي زياده. ده اكيد يعني فولكلور وايت نايتس، فانا مش عارف اقرا الاغنيه بالظبط يعني، انما ده اكيد اغنيه من اغاني وايت نايتس الزمالك. علي غزال بيقول الحمد لله على فوز امس، كان عندهم مباراه وكسبوا. علي غزال لعب المباراه وبيحمد ربنا على الفوز اللي اتحقق. احمد فتحي بيعمل تويتايه كده لكوكا، بيقول له مبروك يا كوكا، هدف رائع، شد حيلك يا نجم، التوفيق ان شاء الله يا حبيبي. ده كلام بيبقى كلام محترم جدا ما بين اللعيبه، وبيدي انطباع كويس، وبيدي يعني حاجه كويسه. محمد ابو تريكه بيقول في الثلاث بطولات اللي فازت بيها مصر لم تكن ضمن المرشحين للفوز بالبطوله، اتمنى ان يحضر منتخب الجزائر وكل التوفيق لهم والى تونس ايضا. ده طبعا ابو تريكه بيقولها لان الجزائر الناس كلها محملاها ان هي تكسب البطوله، الناس كلها محملاها ان هي اقوى فريق في افريقيا حاليا ومصنفه،
فطبيعي ان كل الناس تبقى فاهمه ان هي هتاخد البطوله، فكون ان هي ممكن تبقى مصنفه ده يعمل عليها ضغط فما يقدروش ان هم يكسبوا البطوله. وابو تريكه استشهد بالثلاث بطولات اللي اخذهم منتخب مصر 2006 2008 2010، منتخب مصر ما كانش مرشح في البطولات ف وقدر يحرز الثلاث بطولات، فاعتقد ان ابو تريكه يعني كان حريص بالكلام ده. معايا كابتن محمد حسام حكمنا الدولي طبعا ورئيس لجنه الحكام السابق، هنكلمه برضه في مباراه الاهلي والزمالك. كابتن محمد ازيك؟ كابتن وائل ازيك يا حبيبي، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب ومشاهدينك ومتابعيك بكل صحه وسعاده ربنا يخليك. كابتن محمد، سؤال ورد غطاء زي ما بيقولوا، عايز حكام مصريين ولا حكام اجانب؟ يمكن انا كنت بقول عايزين حكام من الصين، حكامنا مش فايقين، ايه رايك؟ انت كلامك صح. بص لازم نبقى منطقيين وواقعيين، احنا خدنا التجربه دي بقى لنا 50 سنه بنناقش فيها. يعني انا وانا حكم لسه سنه 64 وانا لسه دخلت التحكيم، كان في حكام اجانب بيجوا مصر كل اسبوع، وكان من مصر بيسافروا بره، وتبادل الحكام ده على فكره مش بدعه، يعني انك انت تجيب حكام من بره او الحكام بتوع بره يجوا. يعني ده ما يديش انطباع وحش عن التحكيم المصري والكلام ده؟ ملوش علاقه طبعا خالص بالانطباع. يعني انا النهارده ما هو الحكام المصريين كل اسبوعين كان في الفتره اللي كنا موجودين كانوا بيسافروا الاردن وبيسافروا هنا وهنا وهنا وبيسافروا تونس وبيسافروا كل البلاد. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني لا كرامه للاعبين في وطنه. يعني احنا هنا الحكام المصريين، وطبعا العمليه مش باينه السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها عشان ما فيش جمهور، خلينا نتكلم بمنطق ونواجه مشاكلنا بعقلانيه. يعني كم مره جه حكام اجانب مصر، وكم مره رجعنا في قرارنا ولعبنا مصريين، وكم مره حصلت مشاكل مع المصريين. وانا بحضرهم، يعني انا مش بزوق ولا بنكر، لا في حكام مصريين كتير. مره اتنين كده بيزوي الحمد لله ربنا يوفق، بس دي حاجه مش بتبقاش مضمونه لسبب بسيط، لان احنا جماهيرنا حكامنا من احسن حكام العالم، قراراتهم من احسن قرارات الدنيا، ولما ما بقاش في ضغط جماهيري ولا ناس ادي احنا شفناهم نجحهم. لكن هل تضمن هذا النجاح في وجود 50 و100 ألف وضغط نفسي وضغط جماهيري؟ اكيد لا طبعا، والفاظ نابيه وخناقات وشتيمه والكلام من ده اكيد لا، مش عارف. لكن ده دي رؤيه، وبعدين ما هياش نهايه العالم ان حكامك يتعلموا من المدارس الاجنبيه وتجيب طقم او طقمين او ثلاثه في السنه حكام مدارس مختلفه من التحكيم، بشرط ان يكونوا من نجوم الصف الاول على مستوى العالم. احنا كنا بنجيب، يعني الراجل اسمه بوساكا هو اللي مسؤول عن التحكيم في مستوى العالم دلوقتي، جه هنا 10 مرات ولا 7 مرات. اسمه فيكتور كاسال بتاع هناك هو المسؤول عن التحكيم في الفيفا. يعني بشرط. طيب يعني يعني رد السؤال يا كابتن حسام، عايز المباراه اللي جايه ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي حكام مصريين ولا حكام اجانب؟ انا بفضل ان يكونوا حكام اجانب ومنصفه حكام العالم عشان تكتمل الفرحه وعشان المباراه تخلص على خير. تمام، بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق. انا كده يعني الحلقة خلصت، بكرة ان شاء الله مش هنطلع عشان مباراة الاهلي، خلونا نتقابل بإذن الله على خير يوم الاربع القادم في حلقة جديدة من الرياضة اليوم مع وائل رياض. سلام.